الأخوات ديالنا اللي عايشين في المهجر، اللي عايشين يعني في أرض الخارج، بأنه القانون اليوم تيسمح لهم باش يساهموا في الانتخابات من خلال التصويت ومن خلال الترشيح. بالنسبة للتصويت يمكن لهم يصوتوا عن طريق الوكالة. الشرط الوحيد اللي عندهم أنهم يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وعندهم واحد المطبوع غيكون راه الإشارة ديالهم في القنصليات وفي السفارات في بلاد المهجر، في البلدان اللي عايشين فيها. تيعمروا هذاك المطبوع، فيه جميع المعلومات من اسم ونسب ورقم البطاقة الوطنية، رقم ديال الباسبور إلى غير ذلك، وتيتم المصادقة على هذا المطبوع هذا. بعد ذلك يتم إرسال واحد الوكالة، هذيك الوكالة تتكون فيها الاسم ديال المعني بالأمر والنمرة ديال لاكارت ناسيونال ديالو، وتتم وتدار ليغاليزاسيون ليها على أساس ترسلها إلى هنا، إلى أرض الوطن، إلى المغرب، لذاك الشخص المعني اللي غادي يصوت في محله. هذاك الشخص المعني اللي غادي يصوت في محله إذا كان مسجل في النواحي الانتخابية العامة وكان كذلك غيصوت، القانون تيقول بأنه خصو يصوت هو الأول، وبعد ذلك يصوت لذاك المواطن أو ديك المواطنة اللي عايشة في أرض المهجر. إذا ما كانت مسجلة في اللوائح الانتخابية العامة، كذلك من حقه يصوت لذاك المواطنة أو المواطنة في المهجر بالطريقة العادية والبسيطة، أنه تيقدم لاكارت ناسيونال ديالو مرفق بديك الوكالة، ويتقدم لمكتب التصويت من أجل التصويت على المرشح المعني.